ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع لبحث التعاون الثلاثي بين مصر ودولتي قبرص واليونان، وبحضور وزيري الزراعة عبد المنعم البنا والاتصالات ياسر القاضي. وقد شمل اللقاء بحث التعاون بين الدول الثلاث في كافة المجالات المختلفة بملفات الوزراء. يذكر أنه تجرى حاليا استعدادات مكثفة بين الدوائر السياسية والدبلوماسية بمصر وقبرص واليونان لعقد القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية في نوفمبر المقبل في نيقوسيا.